ننتقل إلى مراسل الإخبارية السورية أنس رمضان في قلب مدينة حلب ليطلعنا على آخر التطورات الميدانية في حلب وانعكاساتها على الواقع في حلب. أنس، مساء الخير. مساء النور، تحية لك إياد ولضيوفك ولمشاهدي الإخبارية السورية من هنا من مدينة حلب حياك الله الشهباء. أنس. أنس، ما انعكاسات فتح طريق الراموسة حلب على مدينة حلب؟ دعني بداية أتحدث عن هذا الطريق. كما شاهد الجميع، كنا منذ قليل أو منذ ساعات الصباح الأولى في منطقة الراموسة، وسنعود أيضا لهذه المنطقة بعد قليل لنرصد ونستكمل التغطية هناك من هذه المنطقة الاستراتيجية والتي أعاد الجيش العربي السوري كامل سيطرته عليها يوم أمس، وأنهى في ذات اليوم أي يوم أمس عمليات التمشيط والتي تخللت نزع الألغام والعبوات الناسفة وما يقوم به حاليا اليوم الجيش أيضا استكمال لهذه العمليات، إضافة أيضا إلى تثبيت خطوط النار على أطراف هذه المنطقة الاستراتيجية، يضاف إلى عمل المؤسسات الخدمية في إزالة السواتر الترابية وترحيل الأنقاض ليعود هذا الطريق لما كان عليه قبل 40 يوم من الآن، كما كان عليه يستقبل حركة المسافرين وأيضا القوافل المحملة بالمواد الغذائية والخضار. انعكاسات يعني السيطرة كما سألتني عن على هذا الطريق على أبناء مدينة حلب، الانعكاسات الإيجابية والأهمية الاستراتيجية. إذا ما تحدثنا بالأهمية الاستراتيجية على الصعيد الميداني، السيطرة على الراموسة باعتبارها ملاصقة للمدرسة الفنية الجوية تؤمن هذه المدرسة من ناحية، ومن ناحية أخرى تؤمن الأحياء الواقعة على الأطراف الجنوبية، ونحن نتحدث هنا عن منطقة صلاح الدين القريبة ومنطقة الحمدانية التي استهدفت من منطقة الراموسة في وقت سابق بشتى أنواع القذائف. يضاف إلى ذلك بأن الراموسة هي بوابة حلب الجنوبية التي تصل مدينة حلب بالريفين الشرقي والجنوبي وصولا إلى المحافظات السورية، ومقارنة مع الطريق البديل أي الذي يتجه إليها المدنيين عبر بوابة الكاستيلو، الراموسة هو الأقرب بالنسبة لأبناء مدينة حلب سواء إلى الريفين الجنوبي والشرقي وأيضا إلى المحافظات السورية. لذا كان من الهام السيطرة على هذا الطريق، وبطبيعة الحال هو كان وجهة الجيش العربي السوري بعد السيطرة على محور الكليات. ما يتم أيضا حاليا من قبل الجيش العربي السوري هو استمرار المعارك وخوض المعارك على جبهة العامرية، كون هذه المنطقة أيضا استراتيجية من ناحية إشرافها على محور الكليات وأيضا منطقة الراموسة. لذا الجيش يستكمل عملياته العسكرية بغية السيطرة على منطقة العامرية التي كانت سببا في وقت سابق لتوقف الطريق لأكثر من مرة نتيجة وجود رصاصة قناصة الإرهابيين. بطبيعة الحال الكل هنا سعيد في مدينة حلب لإعلان هذا الطريق آمن، وربما الساعات القليلة القادمة أو ربما صباح يوم أمس سيكون الطريق مفتوح أمام كل، ليس فقط المدنيين بل أمام قوافل المواد الغذائية والخضار. إياد، نعم. طيب أنس، ما المعلومات لديك حول ما يجري الآن من تبادل للاتهامات لدى قادة التنظيمات الإرهابية؟ هل لديك معلومات حول هذا الموضوع؟ هناك اتهامات لبعضهم البعض، هناك تخوين لبعضهم البعض، ما المعلومات لديك حول هذا الموضوع؟ في كل مرة ينتصر فيه الجيش العربي السوري ويسحق المجموعات الإرهابية المسلحة ويكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، تزارع المجموعات الإرهابية المسلحة وقادة هذه المجموعات سواء ما يعرف جيش الفتح والتسميات الأخرى، تسارع إلى يعني اتهام بعضها الآخر بالتخوين وأيضا اتهامات أخرى، وهذا ناتج عن انكسار هذه المجموعات الإرهابية المسلحة التي منذ أن بدأت يعني معاركها التي أسمتها الملاحم وأسمتها أكثر من تسمية معركة حرب حلب الكبرى، منذ أن بدأت هذه الحملة الكبيرة كانت تسوق على أنها تنوي الدخول إلى مدينة حلب والسيطرة على مدينة حلب، لكن الرد كان كبير من قبل الجيش العربي السوري سواء باستعادة السيطرة
على محور الكليات، يضاف إليها فتح كل الجبهات الواقعة على الأطراف الغربية، أي نتحدث عن دار الحكمة والجنوبية، الراموسة والعامرية، إضافة إلى ريف حلب الجنوبي، والسيطرة على أهم التلال الاستراتيجية والتقدم نحو خان طومان ومعرته. كل هذا التقدم الحاصل من الجيش وإشعال هذه الجبهات أدت إلى تشتيت المجموعات الإرهابية المسلحة، ومن ثم تكبيدها خسائر فادحة، لذا تسارع في كل انتصار هذه المجموعات الإرهابية، في كل انتصار للجيش تسارع إلى اتهام بعضها للتخفيف عن هذه الهزائم التي منيت بها من قبل الجيش العربي السوري إياد. نعم، طيب حسب معلوماتك أنس، هل استكمل الطوق حول المنطقة الشرقية، خاصة وأن المعلومات من الميدان تفيد بأن معظم أفراد التنظيمات الإرهابية هربت باتجاه الجهة الشرقية أو الأحياء الشرقية؟ بطبيعة الحال نعم، بطبيعة الحال الثغرة التي فتحتها المجموعات الإرهابية في وقت سابق تم إغلاقها من قبل الجيش العربي السوري منذ عدة أيام، وهي تربط الأحياء الشرقية بريف حلب الجنوبي، أي أن المجموعات الإرهابية المسلحة داخل الأحياء الشرقية بات حصار من قبل الجيش العربي السوري. لكن من يعني الجدير ذكره إياد، عندما فتحت هذه الثغرة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، على لسان المصادر الخاصة للإخبارية السورية، جل من خرج من الأحياء الشرقية هم قادة في المجموعات الإرهابية المسلحة، خرجوا ولم يعودوا إلى الأحياء الشرقية، أي أنهم تركوا مسلحيهم يعني قابعين تحت حصار الجيش العربي السوري. هذا يضاف إلى الانكسارات التي تعيشها ربما المجموعات الإرهابية المسلحة نتيجة هذه الهزائم ونتيجة التقدم الكبير للجيش العربي السوري. حتى هذه اللحظة يعني كل الإرهابيين المتواجدين داخل هذه الأحياء هم أمام حصار الجيش العربي السوري. يضاف إلى ذلك أن الجيش وسع وشدد من حصاره للإرهابيين، سواء بالتقدم نحو أجزاء جديدة في العامرية، والتقدم أيضا نحو أجزاء جديدة في ريف حلب الجنوبي، وتحديدا عندما كسب الجيش العربي السوري معركة التلال، وهي معركة استراتيجية، وضع المجموعات الإرهابية المسلحة أمام هذا الحصار وشدد الخناق عليها بشكل أكبر. نعم، أشكرك كل الشكر أنس رمضان مراسل الإخبارية السورية في حلب على كل هذه المعلومات. شكرا لك أنس.